كان في راجل فلاح بسيط بنته ماتت قصاد عينه علشان ما كانش لاقي تمن الدواء اللي كانت محتاجاه. الكلام ده قاله الرئيس الراحل محمد أنور السادات وهو بيقول كلمة في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي. الكلام كان عن الناس الغلابة اللي مش لاقيين حق اللقمة ولا العلاج. الرئيس السادات قال إن الدولة لازم تقف جنب الناس دي بكل الطرق وما تسيبهمش للفقر ينهش فيهم ويعرضهم لمواقف تكسرهم وتخليهم مقهورين الباقي من عمرهم. وفي وسط الكلام السادات قال للموجودين: هديكم مثال لراجل أعرفه كويس. الراجل ده كان فلاح بسيط عايش اليوم بيومه، بنته ماتت قصاد عينه علشان ما كانش قادر يوفر لها حق علاجها اللي كان الدكتور كاتبه لها. السادات وهو بيقول الكلام ده ما قدرش يحوش دموعه من انها تنزل وخلص كلمته ومشي على طول. السادات لما روح البيت اتصل بالصحفي موسى صبري لانه كان صديقه المقرب. سأله: ايه رأيك في الخطاب اللي قلته يا موسى؟ قال له: خطاب مؤثر جدا يا ريس، حزنتني على قصة الراجل اللي بنته ماتت بسبب انه مش معاه حق العلاج بتاعها. السادات سأله: عارف مين الأب ده يا موسى؟ قال له: مين؟ أكيد سيادتك تعرفه معرفة شخصية لأنك كنت بتحكي وانت متأثر وكلامك كان بالدموع. قال له: الأب اللي بنته ماتت يبقى أنور السادات. موسى صبري اتصدم وقال له: سيادتك مريت بالتجربة دي؟ معقولة؟ ممكن تحكي لي القصة كلها لو مش هضايقك؟ السادات فعلا حكاله القصة وموسى صبري كتبها في مذكراته بالكامل. القصة بدأت لما السادات اتجوز من مراته الأولى وخلف بنت كان طاير بيها من الفرحة. وفي يوم البنت تعبت، خدها أبوها للدكتور اللي قاله بنتك عندها جفاف شديد ولازم تاخد المحلول ده في أسرع وقت. السادات خد بنته وخد الورقة المكتوب فيها اسم المحلول وراح للصيدلية وقاله: بكام ده؟ قاله: بتلاتة تعريفة. السادات قاله: هودي البنت البيت واجيلك تاني. لكن السادات ما جاش تاني ولا حاجة لأن اللي كان في جيبه وقتها ما يكملش تمن العلاج، وقال لمراته: اديها عسل اسود، كذا حد قال لي انه كويس وهيريحها. السادات حاول يتصرف ويجيب تمن العلاج لكن للأسف ما قدرش، والبنت كانت مش بتبطل عياط لحد ما في يوم سكتت ومفيش صوت طالع منها نهائي. أبوها وأمها افتكروها هديت شوية لكنها كانت قطع النفس. جري بيها السادات على الوحدة الصحية وهناك سمع أقسى جملة في حياته كلها: بنتك ماتت. السادات عاش فترة طويلة الحزن مش بيفرقه، ولما خلف بنت تانية سماها روية على اسم بنته اللي ماتت. والمعاناة اللي عاشها السادات هي السبب انه أول ما تولى رئاسة مصر عمل بنك ناصر علشان يساعد الفقراء، وكان بيشدد على الحكومة انهم يكسفوا من علاج المحتاجين على نفقة الدولة، وكمان معاشات للمحتاجين والمعروفة لحد النهاردة بمعاش السادات.